شحنات بعد أخرى تخرج من مصنع التمور في الأحساء إلى أماكن مختلفة من العالم لتكون ثمار النخلة السعودية حاضرة على موائد إفطار المسلمين. يتم تجهيز التمور بداية من استلامها نفس ما ذكرت لك، من بعدها تروح إلى غرف التعقيم، من بعد غرف التعقيم تروح إلى التغليف، فمن بعد التغليف تخزن في كراتين 20 كيلو نفس ما تشوف، فمن بعد ذلك نحطها في الثلاجات في حين انتظار الأمر من الجهة المستفيدة لشحن التمور. من نخيل الأحساء الشاهقة أهدى الملك سلمان أكثر من 200 ألف كيلو من التمور للمسلمين في مختلف دول العالم. هذه الهدية جاءت بمناسبة شهر رمضان ووصلت إلى 24 دولة في مختلف القارات بإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية. هذه الشحنات تسلم للمستفيدين عن طريق سفارات السعودية ومراكز خادم الحرمين الشريفين بدول العالم، حيث تحمل أنواعا منتقات من أجود نخيل السعودية، وتعتبر دول جيبوتي وبنغلاديش والسنغال من أكبر المستفيدين، إضافة إلى المسلمين في الأرجنتين وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى.